محافظ صلاح الدين يوزع وجبة جديدة من مبالغ تعويضات المتضررين من الإرهاب، ويبحث الاستقرار المجتمعي مع الصليب الأحمر. ارتياح شعبي في الضلوعية لتحديد أسعار اللحوم الحمراء، ومحطات تكريت على موعد من طوابير الانتظار نتيجة شح الغاز. السودان يرفع سقف التأهب العسكري داخل العمليات المشتركة مع تناثر شظايا الصراع الإقليمية، ورئاسة البرلمان على نار شيعية سنية هادئة. سياسيون يتوقعون معادلات نفوذ جديدة بانتخابات برلمان كردستان، وتحذيرات أمريكية من سيناريو كسر العظم بين البارتي واليكيتي.